بصراحة ما كان في هذاك الشغف عن نسبة كبيرة من الأهالي من أبناء المنطقة للانتخابات، ما كان في حماس، ما كان في اندفاع، ما كان في رغبة للتوجه إلى المراكز الانتخابية إلا من القلة القليلة، يعني اللي كان في له مرشح أو كان في له واجب وطني حزبي. يعني الأغلب اللي توجهوا إلى صناديق الاقتراع هن كانوا من البعثيين، يعني صراحة، وقلة قليلة جدا جدا من المستقلين. اللي صار انه كثير ناس كانت تتأمل خاصة بالاستئناس الحزبي انه ما تتكرر الاسماء اللي كانت بالدورات الماضية او الدور السابقة، انه ما تتكرر، خاصة انه النسبة كبيرة صار معهم يأس انه سين يتكرر عين يتكرر دون نتيجة، بدون فاعلية، بدون ما يحكي عن محافظته ويحكي وجعها وما أكثرها. يعني مثال، يعني كثير من الناشطين أو المهتمين بالانتخابات قال بدي حدا برلماني من الحسكة، حدا عالج أو وناقش مشكلة مياه الحسكة اللي صار مقطوعة كذا سنة كذا شهر، يعني دون نتيجة.